أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق تطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة. واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائي أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. تسلم الرئيس السيسي رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر المقررة نوفمبر القادم. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بقصر الاتحادية. وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة. وشهد اللقاء توافقا حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من تراسو 25 في قصف جوي استهدف منطقة ميكولاييف. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة وتحييد أكثر من 210 من العسكريين. قالت وزارة الخارجية الروسية إن واشنطن هي المسؤولة عن أزمة إمدادات الغاز في أوروبا من خلال دفع الزعماء الأوروبيين نحو وقف التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة مع موسكو. وفيما يخص خط نورد ستريم 1 أوضحت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا أن استئناف العمل من خلاله يتوقف على تصرفات الغرب والدول الأوروبية، وأكدت أن من بدأ هذا الأمر عليه إنهاؤه. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن موازنة مصر تجاوزت 2.1 تريليون جنيه بعدما كانت 300 مليار جنيه عام 2010، مؤكداً أن المشروعات التي شيدتها الدولة خلال السنوات المقبلة ساهمت بشكل كبير وأساسي في توفير الكهرباء وفرص العمل. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته محافظة الفيوم أن جميع دول العالم تعاني من ارتفاع الأسعار، وهو ما تعمل الدولة على احتوائه حيث أنها تتحمل الجزء الأكبر من الزيادات في ظل الأزمات العالمية.